Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. شابوه. على ايه؟ اول مره اشوف واحده بتسوق بالحلاوه دي. واديك شفت. مع ان المفروض انا سواق شاطر. والشاطر دايما في الاشطر مني. قهوتك ايه؟ لا على فكره انا بشرب قهوتي في ايدي اهو. ثانك يو. انا علي. هو انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا على فكره ده كان هزار على الطريق وخلص خلاص مفيش حاجه. اكيد هشوفك تاني. اكيد لا طبعا. لا هشوفك. ايه اللي انت عملتيه فينا ده؟ نقف نعمل اكل واحنا في الساحل وفي اجازه؟ امال المطاعم بتعمل ايه في حياتنا؟ ما انتوا اللي قلتوا عايزين نقعد في البيت فقلت ادلعكوا بقى. الله دلعينا. ما هو في الاخر انا اللي بتدبس وبقف اساعدك. انا من بكره هجيب بقى بلاستيك وناكل فيها ونرمي على طول. خلاص ماشي تمام. اللي انت تأمري بيه. تتبيلة الفراخ جامدة قوي. أكيد أنت يا مريم. معروفة. ويا مراد حددت ميعاد الخطوبة ولا لسه؟ الشهر الجاي إن شاء الله. طب بقى بالنسبة للأستاذ علي مش ناويين نخلص منك ولا إيه؟ لا مالكوش دعوة أبو علي عشان مش ناوي. يعني هو مراد اللي كان ناوي؟ دي حاجة كده بتيجي خبط لزق. والله بجد هو ده اللي حصل فعلا. بس هي البنت بنت ناس ما تستاهل. طب وهي بنت الناس دي أهلها موافقين؟ اتجننت يا ابني؟ انت ايه اللي انت هببته ده؟ هو في ايه؟ انا سألت سؤال عادي. لا مش عادي يا سيف. مراد ما تزعلش من سيف، هو ما يقصدش حاجة وحشة. اللي جوزك عمله ده غلط قوي على فكرة. عارفة هو بس متلخبط وبيعك في الكلام. لا ما انا مش مضطر استحمل جنانه ده على فكرة. لا مضطرين عشان العشرة اللي ما بينكم. ماشي اول ما هاني تيجي اخدها من روحها. عديها بقى مرات، ما انت عارف سيف غشيم. والله لسه قايله له الكلام ده. ده عايز ياخد هانيا ويمشي. خلاص يا عم هو ابدا ابدا ملهاش لازمه وحاسه بغلط. ما تكبرش الموضوع يا مراد. لا يا علي هو اصلا كبير. هيتك. خلاص بقى مراد، خلاص بقى. مش موقف يعني هيعمل فينا كده. ايه اللي انا قلته غلط؟ هو ليه الواحد يعني لما بيتكلم في الحق والصح والغلط الناس بتزعل؟ المفروض نعمل ايه؟ ننفق بعض؟ وبعدين ما اسموش نفاق على فكره. اسمه بالخفة على مشاعر بعض. حتى لو انت مقتنع ان كلامك صح مع انه مش صح، بس ما علينا. حتى لو في كلام ما بيتقالش يا سيف، في كلام ما ينفعش نقوله. وبعدين انت بتتكلم على مين؟ على مراد؟ يعني انت شايف ان عادي انك تحرجه كده وتضايقه لمجرد انك عايز تقول رايك في حاجه اصلا ما تخصكش؟ طب بذمتك انت مش شايف ان الكلام اللي قلته ده صعب شويه؟
انت ممكن يكون عندك حق. انا هو مصالح. يا ريت. سفرية غريبة. حقك عليها يا مراد. أنا مش قصدي عليك أنت وهانيا، أنا بتكلم على السفرية كلها، حتى أنا وريهان. وجودنا مع بعض في مكان واحد مش صح. مش صح إزاي؟ مش صح دينياً يا علي. يعني إحنا ساعات بنتعود على حاجات غلط وبنشوف إن هي صح، بس ده ما ينفيش إن هي غلط. يعني أنت عايز إيه دلوقتي يا سيف؟ أنا مش عايز حاجة، وعايز مراد ما يزعلش مني. أنت على راسي، واللي يخصك على راسي، وأنت عارف. حقك عليا. مش حقك عليا. أنا آسف. ثواني بس يا جماعة، رد على التليفون. صح كده يا سيف. بصراحة كانت جملة تقيلة أوي. أنا مش عارفة إيه اللي جرالك. طب ما خلاص بقى، جه واعتذر الراجل. يلا بقى ننزل نقعد تحت كده ما نضيعش الليل. يلا 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 اتفرفش شوية. يلا. بعدين فلوس كتير في الويكند ده، نبسط بقى. تخيلي بقى سيف ومحاولاته. بس برضه مش هنقولها لك يا سيف. لا سيف تمام، سيف تمام ولا ايه يا سيف؟ تمام تمام. بتون صوتك ده مش تمام. فك بقى يا صفصوفي. جماعة هانيا خطبتي. أنا مريم. هاي نايس تو ميت يو. سليم. الحمد لله على السلامة. هاي سليم. علي. هاي. سيف. هاي سيف. ريهام. هاي ريهام. بجد مراد مش بيبطل يحكي لي عنكم، أنا بجد مبسوطة قوي إن أنا شفتكم. أيوة طبعًا، هو يعرف حد غيرنا؟ يلا يا غتك. بقول لك إيه؟ ده بالذات فكك منه، لأن ده متنمر وما ترباش بربع جنيه. أوعي تصدقيه، ده أنا الإكسلانس بتاع الشلة دي والله العظيم. مفيش منه الكلام ده. بقول لك إيه، تعالي يلا. هوريها أوضتها وانزلكوا على طول. طيب أوكي. اتفضلي. باين عليها ظريفة قوي. آه طبعا ظريفة جدا. انت مالك، في حاجة؟ هيكون في ايه يا عم؟ مفيش حاجة. المشوار بس من جونة لهنا مرهق شوية. الله، البيت لذيذ قوي. انت لسه لما تشوف الأوضة هتنبهر بجد؟ بجد. أساعدك؟ لا أكيد. تمام أوكي. فين الأوضة؟ أهي دي. ها، ايه رايك في الاوضه؟ يعني هي حلوه بس بس ايه؟ مش حاسه انها صغيره شويه؟ يعني الدولاب ده مستحيل ياخد حاجتي يا مراد. بص كل ده. سلام. خلاص يا ستي هديك اوضتي، يعني هي اكبر من دي شويه. يعني انت واخد الاوضه الكبيره لنفسك وسايب لي انا الاوضه الصغيره دي؟ لا مش يعني مش دي الفكره خالص. ده انا فاكراك مستنيني وتديني احلى اوضه في البيت اصلا. لا 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 دي نادينا. خلاص يلا بينا. خلاص يلا. ايه ده؟ انتوا رايحين فين بالشنط دي؟ مفيش، هاني هتاخد اوضتي عشان اوسع شويه شويه. اوكي. هطلعها وانزل لكم. اوكي. سيب التجاري وانزل الثانيه كده. يلا. اوكي؟ ماشي. يلا. شعري بقى لما كان اسود. مش هتحكي لنا بقى هاني عن شغلك شويه؟ ما انا قاعده بحكي لكم من امبارح، بس انت بقى اللي كنت مشغول مع الكوتشينا. ابو ماله، ما نحكي تاني، احنا ورانا ايه؟ ولا حاجه، بعمل بازارز. وانا عامه بحب الايفنت بلاننج، يعني من وانا في الجامعه وانا بعمل انترنشيبس وكده. هايل هايل، ده انت شكلك واقع واقف. وقعت ايه بقى؟ ميمي بقول لك ايه، تعالي عايزه اشوف ده كتير ولا تمام؟ لا تمام. لا تمام. هي مدام بازارات مش هتيجي تهز طولها كده وتساعدنا ولا ايه؟ يا بنتي البنت دفع عندنا عيب كده. دفع ايه؟ هي جايه تقعد ساعتين ثلاثه، دي بايته معانا. طب والنبي عشان خاطري. خلاص بقى يا ريكو، عديها المره دي عشان خاطر مراد. ماشي يا حنينه.
كام؟ ايه؟ يلا قوموا انتوا لسه قاعدين. تعالي اقعد. مش عايزه اقعد، احنا مش قلنا رايحين البحر. يلا نقوم مايو. يلا يلا نقوم. يلا انا كمان. يلا يلا يلا, يلا. البحر. خد خد. عايزة أتكلم معاك 5 دقايق ضروري لوحدنا. كلهم لذاذ قوي، سيف وسليم وعلي، سوبر نايس كلهم. انا يهمني ريهام وماري، لازم علاقتك تبقى كويسه بيهم، الناس دول صحابي قوي. مريم لذيذه قوي، ماشي. طول الوقت بتحاول تانكلود مين، بتتكلم معايا طول الوقت. ريهام بقى لا، في حاجه غريبه، بتبص لي بصات غريبه. ماشي ماشي، بصي ريهام كويسه قوي، بس هي مشكلتها انها بتاخد وقت عبال بس كده ما تاخد على اللي قدامها وتفك معاه. بس صدقيني دماغها كويسه قوي، لما تعرفيها كويس هتحبيها قوي. تفتكر؟ أنا متأكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم وكل أمر عظيم. استغفر الله العظيم وكل أمر عظيم. شفتي بقى اللي أنا كنت بكلمك فيه؟ شفت مراد دخل أوضة هانيا وقفل الباب. طب وإيه المشكلة؟ مش فاهم. هو معنى إن هما دخلوا الأوضة يبقى في حاجة غلط هتحصل؟ على فكرة مراد محترم، مش بتاع الحركات الشمال دي. كمان انت ناسي ان انا وانت ايام الخطوبة عادي كنت بتجيلي الأوضة، ما كانش في حاجة بتحصل؟ اه ما كانش في حاجة بتحصل، بس ده برضو كان غلط. انا داخلة اغير. وايه اللي مأخر سيف ورهام كل ده؟ ما بيعملوا ايه؟ مسيرهم نازلين. ايه ده بقى شويه؟ يلا يا جدعان عايزين نلحق. خلاص 5 دقايق، لو ما نزلوش انا هطلع لهم. هو ايه اللي انت لابسه ده؟ انا مش قلت ما تلبسيش حاجه عريانه؟ بقول لك ايه، تلبسي حاجه عدله؟ مفيش ميه خالص. امال انزل البحر بايه؟ يا تلبسي حاجه عدله، مفيش نزول. الناس على البحر كلها لابسه كده. ما تتدخليش، راجل ومراته بيتخانقوا في اوضه نومهم، احنا مالنا؟ سيبهم يعني يولعوا في بعض. على فكره يا صاحبي، هي صح بتعمل ده صح. سيف ده بقى غريب جدا بصراحة. امسك. طب انا مش جاي معاكم مثلا؟ خد يا حبيب قلبي. ايه يا جماعة في ايه؟ صوتكم وصل لغاية تحت؟ مبسوط من الفضايح دي؟ يا ستي ولا فضايح ولا حاجة، ما كلنا بنتخانق. بس في ايه الكل ده؟ اتخنقت، جبت له وان بي زي ما هو عايز ومش عاجب، امال انا هنزل بايه؟ هو احنا جايين هنا ليه اصلا؟ انا ما كنتش عايز اجي اصلا، عشان عارف اللي هيحصل كل ده واحنا لسه في اول يوم. ثانية واحدة بس يا سيف، بس هي راحت عملت شوبينج مخصوص علشانك، قولي له. وانا المفروض بقى عشان هي اشترت حاجات عشان خاطري اقبل بحاجة انا مش موافق عليها؟ ليه؟ ما انت كنت بتقبل قبل كده وبيعجبك لبسي. اديك قلتي كنت، الوضع اتغير يا هاني. انت اللي اتغيرت مش الوضع. اه انا اتغيرت. خلاص يا مريم، اتفضلي انزلي انت وخلينا انا قاعده هنا. ما هو يا اما تعمل اللي في دماغها يا تقول لك انا مش نازله. اتفضلي يا مريم، احنا مش نازلين. خلاص طب ممكن تهدي طيب يا ريكو؟ يلا يا مريم عدي اليوم ده بقى. طيب بس بالراحه بقى يا سيف، مش كده؟ استغفر الله العظيم يا رب بقى. خير؟ هما فين؟ مش عايزين ينزلوا. ايه لعب العيال ده؟ خلاص، طب انا عندي فكره لذيذه، عشان يعني ما نبقاش دمنا تقيل ونسيبهم، احنا نقضي النهارده اليوم على البول ونعمل باربيكيو. ايه الفصلان ده؟ فصلان ليه؟ ما هو سيف قافش بجد ومش هيخليها تخرج، فاحنا هنعمل ايه؟ هنسيبهم وننزل يعني؟ وعلى فكره احنا كده كده كنا هنعمل باربيكيو، نعملها النهارده بدل بكره. طب ثانية واحدة، أنا عندي فكرة أحسن، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يروح البحر يروح البحر. أه إحنا ما ينفعش نقول لهم كده عشان إحنا عايزين نقرب منهم، أنت كده بتبقى ليه أوي. أه لا يا جماعة إحنا هنقعد مع بعض تمام، لأن إحنا يعني عايزين نقعد مع بعض النهاردة كلنا صح؟ أه هنقعد مع بعض النهاردة طبعًا. أيوه ماشي يا جدعان، اللي تشوفوه. تفاح
تفاح. أنا حاسس معظم الشركات بتحول البادجت بتاعتها للسوشيال ميديا أكتر. لا ما تنبرش فيها والنبي، أنا طول ما إعلانات التلفزيون شغالة وكتير أنا تمام ومبسوط. يا سيدي ولو قلت تبقى مخرج سينما ماله؟ يسمع من بقك ربنا. طبعًا يا شيخ سيف مش عاجباك الدعوة دي؟ يا ابني وأنا مالي وأنا هتحاسب مكانه؟ إيه ده؟ عاوز تفهمني يعني السينما حرام؟ أنا لا قلت حلال ولا قلت حرام، بعدين أنا قاعد في حالي ما اتكلمتش أنت اللي بتنكشف. ممكن بقى من فضلك يا جوزي يا قلبي ترقص معايا؟ اوبا جالي شغل يا جماعه. اتفضل اتفضل يا هاني. انا عارفه ان انت زعلان من اللي حصل في سهره امبارح، وانا حاولت اصالحك من الصبح وانت ما بتردش عليا. بقول لك يا ريهام انا مش عايز اتكلم. لا لازم نتكلم، امال هنحل مشاكلنا ازاي؟ ثم احنا سهرنا مليون الف مره قبل كده، ولا حصل معاكسات ولا خناقات. اللي حصل امبارح ده يعني صدفه بدلك. او ممكن يكون علامه من ربنا عشان اثبت وما اسمعش لاي زن من اي حد حواليا. على فكره انا مش اي حد. ثم انت ما جبتليش سيره على موضوع الاستقاله خالص. كلنا بنغلط والمفروض نعدي لبعض. بس غلط عن غلط يفرق. ايا كان الغلط، طالما البني ادم عرف غلطه واعتذر، المفروض الطرف التاني يديله فرصه ويعدي، ده لو بيحبه بجد. كمان انت قلتلي بنفسك ان انت هتهدى وهتحاول تبقى واحده واحده الامور تبقى تمام. مش ده اللي حصل؟ لا هو اللي حصل ان انت شايفه ان غلطتك امبارح دي بدله، والنهارده عماله تشربي من اول يوم وعارفه ان انا هتضايق ولا فارقلي. ارجع اقول لك تاني، انا قلت لك قبل كده ان السفريه دي من الاول غلط، بس تمام لما نرجع بيتنا نتحاسب. بتعملي ايه؟ بشوف ده رقم مين على الترو كولر. صدق عجباني قوي الثقة. هو ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. وأنا ما كنتش أحب أبقى الست اللي بتشك في جوزها. بس اللي أنا بعمله ده مش من فراغ. وأنت اللي حطيتني في الحتة دي. مش عشان كم موقف حصلوا زمان أحولي حياتنا الكابوس. مش حلو كده يا مريم. كم موقف؟ عموما انا لو مش ست عاقله كان زماني مشيت من زمان. فمن فضلك يعني ما تبسطش الموضوع قوي كده وتقول لي كم موقف. عموما اظبط هظبط يا بيبي. تمام. طب ما تيجي نشوف مين الرقم عشان نخلص من الاوفر اللي احنا فيه ده. يا ريت. الو ازيك يا ريس؟ معاك حسين مجدي. بكلمك يعني اتواصل معاك عشان عندنا اعلان جديد. ماشي انا بس مسافر يومين كده، هرجع القاهره وهتواصل معاك على طول. ماشي يا استاذ، اتفقنا. مع السلامه.
عادي. لازم تيجوا البازار بكره، في حاجات حلوه قوي، والمره دي انا تقريبا جايبه كل اللوكال براندز. خلاص لو بكره انا تمام. انا بحب البازارات بتاعتك قوي، ما بفوتهاش، وكل مره بشتري حاجات قد كده بجد. ثانك يو. لا المره دي هتتبسطي قوي كمان. أنا جوعت الصراحة. أنا الريحة جننتني. احكي لي مودك عامل إيه دلوقتي؟ والله يعني الفايبس مش أحسن حاجة، بس بمشي الدنيا يعني لحد ما أرجع أعمل إيه. أنا عايزة أقول لك إن أنا مكسوفة قوي بجد، يعني أنتوا طول عمركم أصحاب ومع بعض وبتسافروا عادي، يعني من أول ما أنا جيت والمشاكل كلها بدأت. حاسة إن أنا وشي وحش قوي عليكم. لا خالص ما تقوليش كده، أنت مالكيش دعوة بأي حاجة. وبعدين يعني شخصية جميلة وشخصية محترمة، واحنا مبسوطين ان احنا اتعرفنا عليك. يعني انا بس يعني فكري اختلف شوية الفترة الأخيرة. ايوه فاهمة قصدك، بس انت لازم تمهد التغيير ده الريهام، يعني ما ينفعش مرة واحدة تلاقيك اتغيرت كل ده برضه يا سيف. والله انا بحاول. ايه يا روحي، هو مفيش غير سيف في الحفلة ولا ايه؟ ما كنتش اعرف ان مراد اوبن مايندد قوي كده. خلي بالك من كلامك من فضلك، ما يصحش الطريقه دي، انا مش هقبل اي تلميحات من النوع ده. انت اتجننتي ولا ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا ما اتجننتش، بس انا كل حاجه بعملها يا اما غلط يا اما حرام، لكن انت وقفتك معاها بقى ايه ظروفها بالظبط؟ لا بقى انت زودتيها قوي. في ايه؟ في ايه بس؟ ما اعرفش في ايه، انا طالعه لم حاجتي وماشيه عن اذنك. ايه ريهام بس؟ انا قلت لك تحاولي ترمي من البنات، مش تتخانقي معاهم. يعني انا اللي غلطانه؟ اه طبعا انت اللي غلطانه. وانا هفهمك ليه بالراحه. دلوقتي انت شايفه ان الدنيا متكهربه ما بين سيف وريهام، والراجل واقف لها على الواحده، طبيعي جدا انها تستفز لما تلاقيكي واقفه معاه، بالذات ان انت جديد علينا. يا سلام، يعني انت شايفه ان انت بتقوله ده منطقي؟ لا مش منطقي، بس حقيقي، بدليل ان هو ده اللي حصل. ايوه بس انت فهمتني ان دول يور بيست فريندز اللي انت متربي معاهم اللي بلا بلا بلا، فانا اتصرفت بطبيعتي. ما اعرفش بقى انها مجنونه وسايكو عندها مشاكل. لا بعد اذنك، هي لا سايكو ولا مجنونه، هي شاربة ومضغوطة. أنا بقى معرفش الطريقة دي، أنا اللي أنا أعرفه إن اللي يعمل حاجة يبقى قدها، يا إما ما يعملهاش أصلا. أنا أسفة، ما كنتش أقصد. حصل خير، مفيش حاجة. خلاص يا جماعة ما حصلش حاجة. أنا أسفة مرة تانية بعد إذنك. إيه يا عم؟ جات لك لغايه عندك علشان تعتذر لك. خلاص خلاص مفيش حاجه، حصل خير. فكي بقى هانيا، الموضوع ده خلص هنا. ريهام تقريبا سيف بيدور عليكي. دور عليا ليه؟ ما انا قاعده هاد فين يعني. طيب كويس، عشان عايز اتكلم معايا. اوكي في حاجه ولا ايه؟ لا ما فيش، ده تقريبا ريهام تعبانه شويه. ايه ده شويه على ريهام؟ ما تاخدش الدنيا قفش كده يا سيف، البنت عندها ستريس. تمام يا علي، يلا يلا.
يعني بغض النظر عن فكرة الشرب اللي أنا رافضها وأنت عارفة ده كويس، بس طالما حصل ما ينفعش تسيبي نفسك توصلي للحالة اللي أنت فيها دي. مش هو إيه اللي ماشي أنا بكلمك؟ أنا ولا قادرة أتكلم ولا عايزة أتكلم في حاجة، كفاية بقى. الأجازة قربت تخلص والمفاجآت هتبدأ وكل حاجة عملتها في الفيلا هتتعرف. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلق. مراد! يا مراد! ماله؟ يا مراد! ايه يا ابني مالك في ايه؟ هو انت مش هتبطل وساخه ولعب عيال؟ وساختين مش فاهم حاجه في ايه؟ لا انت فاهم كويس. يا ريت لما تحب تقول حاجه تقولها في وشي على طول، ده لو في حاجه اصلا، بلاش جو المسجات الغامضه دي. بقول لك ايه؟ انا لا بتاع مسجات ولا جو من تحت لتحت، انت عارفني كويس، لو في حاجه اقولها لك في وشك. اه عارفك كويس. دايما عندك تفكير مريض ودماغك مليانه زباله وكلام فاضي. بقول لك ايه يا علي؟ أنا ماسك نفسي بالعافية عشان مولعش الدنيا، ماشي؟ لكن مش كلمتين فكيت فيهم معاك زمان، واضح إني كنت غلطان. وفين؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. لا في حاجة، وحاجة تخصني كمان. أنا بقالي يومين كل ما أدخل عليكم أنتوا الاتنين تسكتوا. لا إيه ده بس كده، مفيش الكلام ده يا عم سليم. صلى على النبي، صلى على النبي يا جدعان. ما قلت من الأول سفرية زبالة بلاش منها. ما تلم لسانك أنت كمان، سفرية الزبالة. لا 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 استنى بس، هو عنده حق. الكلمة دي بقى بالذات تخص ناس معينة. قصدك انا مخلي السفريه زباله يا غلط؟ علي 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 ما عندكش فيه، مش هتسيبني مش هتسيبني. بس بقول لك ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ سليم ايه؟ ايه اللي حصل؟ لم هدومك ويلا بينا. طب بالراحه بس. يلا استنى بس. يلا احنا كمان. يلا فين؟ يلا في ايه؟ يلا يا سليم استنى بس. في ايه طيب ما تقول؟ يلا بس. هو في ايه؟ ممكن افهم بقى ايه اللي حصل؟ علي ومراد مسكوا في بعض. ليه؟ معرفش. ايوه يعني اتخانقوا فجأة كده من غير سبب؟ لا طبعا اكيد في سبب. بس انا معرفوش. سيف كمان غلط وعك فسخنت الدنيا اكتر. انا مش فاهمه احنا هنمشي ليه؟ ها معلش ثانيه واحده اشرحها لي كده. احنا هنمشي ليه؟ طب ما نقعد ويمكن يتصالحوا. يعني اكيد مش هنمشي وهما متخانقين. مش فارق عندي يا مريم. هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو في حد ضايقك؟ لا السياسه فرقه زفت من اولها لاخرها وانا مش طايق اقعد ولا دقيقه. طبعا انت السبب في الخناقه دي. تلاقيك رميت كلمتين زي الدبش من بتوعك ولعوا الدنيا. انا ولا ليا دعوه اصلا. مراد وعلي مسكوا في بعض قلنا نسلك انا وسليم. تسلكوا ايه؟ احنا داخلين عليكم وانتم ماسكين كلكم ببعض اصلا. ما علي مخه صغير، ما احنا ناقصين هبل. يعني علي اللي غلطان مش مراد؟ لا انا ما اعرفش بقى مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان. هو التحقيق ده مش هيخلص. مش تحقيق ولا حاجه، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لما ابقى افهم انا ان شاء الله هبقول لك. بدل ما انت عماله ترغي معايا كده قومي لمي حاجتك. لميتها خلاص. طب كويس عملت حاجه عدله. كده جهزت كل حاجتك خلاص؟ اه لميت كل حاجه، بس انا مش هقدر اسافر النهارده يا مراد. انا لسه فاضل لي يوم في البازار انت عارف. تليش انا هظبط كل حاجه. هنروح اوتيل ناخد اوضتين كده بس لحد اما الدنيا تهدى. ماشي؟ ماشي. انت لسه بقيت حاجتك فوق؟ اه فوق. طيب خلي معاك المفتاح ده. تستقبل؟
انت مين يلا؟ ما تكلمني الراجل الراجل كده، ولا انت عيل عبيط ولا ايه حكايتك؟ عبيط؟ طب ما تيجي نشوف كده انا عبيط ولا لا. يا سيف اتفضل. شوف يا سيف، احنا سبق واتكلمنا في موضوع الاستقالة ده وانا رفضتها. انا بكلمك مش بصفتي مديرك وبس، اعتبرني اخوك الكبير. انت شغال معايا بقالك كام سنة؟ حوالي 7 سنين يا فندم. يبقى تسمعني كويس، انا مش هضغط عليك، بس هقول لك حاجة واحدة. انت شاطر في شغلك، وخسارة انك تضيع مجهودك والبوزيشن اللي انت وصلت له ده، علشان كده أنا مش هقبل استقالتك، وكمان مش هرفضها. أنا هديلك مهلة أسبوعين تفكر كويس وتعيد حساباتك وانت في مكانك وفي شغلك زي ما انت، وبعد أسبوعين نتكلم وتكون أخدت قرارك النهائي. حاضر يا فندم، أنا هفكر تاني. تمام، يبقى اتفقنا. ودلوقتي بقى ارجع مكتبك وكمل شغلك، وابقى ابعت لي الريبورت اللي انا طلبته منك قبل الاجازه. احضره وابعته لحضرتك. حالا. شكرا. على اذنك. ايوه بسام، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا تمام زي الفل. بقول لك ايه، معلش هطلب منك طلب بسيط. في رقم بيبعت لي من بره ومش عارف اوصله ولا لصاحبه ولا لمكانه، ودخلت على ترو كولر ما لقيتش اي داتا. ما عندكش سكه للموضوع ده؟ انا بعت لك رقمه على الواتساب، بص عليه كده وانا معاك على الخط. استنى اما بص كده. الرقم ده لو بيبعت من مصر يا اما يبقى متصل رومينج، وساعتها ممكن نوصل لمعلومات عنه او حتى نوصل له هو شخصيا. ولو متصل بواي فاي برضه جايز نقدر نجيبه بالاي بي ادرس، لكن بتكون اصعب شويه. بس طبعا كل اللي بقوله ده باجراءات كتيره. اما بقى لو بيبعت من بره مصر فدي قصه تانية بقى. هو عمل لك ايه؟ لا ولا حاجه، ده موضوع بسيط جدا، ما تشيلش هم. معلش تعبتك. سلام. الو، اهلا يا باشمهندس. بقول لك ايه، انا عاوز منك خدمه مستعجله. قولي لي ايه النظام بالليل؟ في مطعم فاتح جديد حلو قوي، صحابي راحوا بيقولوا يجنن. ما تيجي نروح. شفت يا بروحش حتى من غيرك ازاي؟ اركب. لا لا، عندي مشاوير كتير قوي النهارده، لازم اروح السوبر ماركت، البيت فاضي، لازم اشتري حاجات كتير، وعايزه اظبط حاجات تانية في البيت، تقريبا كل حاجه، وعايزه اوضب البيت اصلا. انت عارفه كركبت بعد السفر. كركبت ايه؟ انت لسه ما خلصتيش الكركبه دي. ما الاسماء بتعمل ايه؟ خلاها تعمله. ولا انت نازله مع سليم ومش عايزه تقولي؟ اولا مش نازله مع سليم، ثانيا مالكيش دعوه، وبطلي رغي بقى، سيبيني ارد على التليفون. يلا باي. يلا باي باي. اي علي. ايوه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ بونجور يا حبيبي. يا صباح الفل. ايه ده، انت لسه نايم؟ انا نايم ايه، انا بشرب الكوفي بتاعي بس لسه مش عارف افوق. قوم يلا تعال افطر معايا. مش هينفع، بقالي من زمان هراجع دلوقتي، انا لسه كده هقوم اشوف في ايه في التلاجه عشان اكل اي حاجه. تلاجتكم فاضيه يا روحي. انت مراقبه التلاجه ولا ايه؟
لا لسه ما وصلتش للمرحلة دي. بس هي لسه سايبة مريم دلوقتي وقالت لي إنها هتنزل السوبر ماركت تجيب حاجات. وعندها مشاوير قد كده. ممكن تقوم بقى وتيجي علشان مقدرة. حلو ده. ماشي. طب هقوم ألبس وأجي لك على طول. بقول لك إيه؟ أنا واقع من الجوع. عايز بقى أفطر من الآخر. من عينيا يا قلبي. حاضر. يلا هسبقك على البيت وتعالى لي على طول ما تتأخرش. باي. القهوة يا روحي. اسلم ايدك. الله يسلمك. عارفين قهوتك؟ لا انا شربت الصبح في الكلاب هاوس. شوية كده واعمل لك واحدة تانية واشربها معاك. لا ده انا شوية وحمش، ده انا عندي شغل. تمشي ايه يا سليم؟ انت بتاعي النهاردة، مفيش حاجة اسمها شغل. توحشني. خلاص ماشي، عشان خاطر مجهود اتعمل في الفطار بس. عشان كده بس؟ لا والمجهود لسه هيتعمل في الغدا كمان. ايه الطمع ده؟ بلاش يعني اقوم امشي. لا تمشي ايه؟ انت عايز تخلع مني؟ انا هعمل لك غدا واعمل لك عشاء واعمل لك كل اللي نفسك فيه. مستني حد؟ تلاقي سكيورتي ولا حاجه. استنى اما اشوف ليه. ازاي؟ مش قلت عندها مشاوير؟ هو دلوقتي يا سليم؟ معرفش. ما تفتحيش، ما هي شويه وهتزهق وتمشي. ما ينفعش، مريم عارفه ان انا في البيت جوه، انا عربيتي واقفه بره. طب بص اطلع فوق في الاوضه وانا هحاول امشيها بسرعه. يلا خد خد خد. انا كنت همشي. هو انت خارجه مريم؟ ازيك في حاجه ولا ايه؟ لا اخرج فين، انا موجوده اهو. تعالي اتفضلي. شكرا. تعالي يا مايوي. انا اسفه بقى ان انا طبيت كده من غير ميعاد. هو ايه الميك اب ده؟ انت زودتي ميك اب عن الصبح؟ انا جبت ميك اب جديد. انا حتى كنت في الحمام وقلت ما اجربه على وشي شويه. اوكي انا جيت من غير ميعاد، انا اسفه. بس مش لاقيه مفتاح البيت وسليم مش بيرد على التليفون، فقلت بدل ما اروح اقعد في الكلاب هاوس لوحدي اجي اقعد معاكي هنا. طيب حاضر، ممكن تاخديها الحمام بليز؟ لا اسمه ما تطلعيش التواليت لفوق، خليكي في اللي تحت عشان فوق مكركب. اوكي. طب انتي واقفه ليه؟ ادخلي يلا. طب انا هطلع اجيب الموبايل بتاعي واعمل حاجه نشربها واجيلك على طول. لا 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 ملوش لزوم. انا حاسه ان انا جيت وترتك وان انت مش فاضيه اصلا، وبصراحه انا كمان متوتره جدا لان سليم مش بيرد عليا. لا انا فاضيه، انا ما عنديش حاجه. سليم شويه وهيرد عليكي، تلاقيه بيشتغل ولا بيعمل حاجه. تحب اعمل لك نسكافيه معايا ولا حاجه تانية؟ لا تمام. موبايل بسرعه. احنا هنعمل ايه؟ ازاي ما تقوليش انك تكلميني؟ انا ما شفتش، اعرف منين اصلا؟ انا كنت في المطبخ بعمل لك قهوتك وبشيل الاكل. بقول لك ايه؟ انت اللي وقعتينا في الورطه دي ولازم تخرجينا منها. مريم لازم تمشي حالا، تصرفي. انا اللي هتصرف؟ انت اللي تتصرف. اكيد مش هنزل اقول لها انزلي من بيتي دلوقتي، ما هتعرف ان في حاجه غلط بتحصل. كلمها شوف هتعمل ايه وتديها المفتاح ده ازاي. اكيد مش هعرف اكلمها وانا هنا. اتصرف يا سليم. طب ابعت لها واتساب حتى. انا مش هقعد في تعب الاعصاب اللي تحت ده، انا هموت، اعصابي باظت. ممكن اخد من الكانتي لها ترابيزه؟ مامي قالت لي اسالك الاول. يا حبيبتي خدي براحتك. اطلع الاول على الوزاره وساعتين كده هيبقى عندي مؤتمر صحفي. عموما انا قاعد قدام التلفزيون وبتابع الاخبار. صحيح، اخبار هانيه ايه؟ اتبسطوا؟
زي الفل. انا بس هستاذن حضرتك نعدي اليومين دول وبعد كده بقى نروح نظبط الخطوبه. ممكن؟ ممكن. ده انا اللي نفسي في كده. مامتك كل شويه بتسالني. على فكره انا فرحان قوي بالنسب ده. الحمد لله. اجري انا بقى عشان متاخر. استنى. ايه في ايه؟ التعليمات. مادام هتقف قدام كاميرا التلفزيون يبقى تتكلم على مهلك كلمه كلمه. وتاخد بالك كويس قوي من كلامك، لان الكلمه وهي طالعه زي الرصاصه ما بترجعش تاني. اهم حاجه بقى الرياكشن بتاع وشك لازم يبقى مناسب قوي للكلمه اللي بتقولها والموضوع اللي انت بتتكلم فيه. اقول لك على حاجه، روح انت يا استاذ السفير، روح انت واجع عني اسمع مني انا. طيب بعد اذنك. ممكن بقى كفايه كاندي؟ ليه يا مامي واحده كمان؟ لا خلاص اقفلي العلبه دي، امسحي ايدك. سليم لسه ما ردش عليكي؟ لسه. مش عارفه هو فين اصلا. المفروض ان هو كان في البيت ومعاد شغله مش دلوقتي. اخيرا شايفه لسه فاكر يبعت لي. مش مرتاحه انا للشويه اللي اختفاهم دول، اكيد وراهم حاجه. طب ردي بس عليه شوفي هيديكي المفتاح ازاي، بعدين يبقى شوفي الحاجات اللي بتقولي عليها. انا عند نور يا سليم لان نسيت مفتاحي. هو انت فين؟ رايحه فين يا حبيبتي؟ تعالي تعالي حبيبتي العبي قدامنا هنا هتتعوري. ايه ده انت رايحه فين؟ لازم اروح، سليم جاي وجايب لي المفتاح وهيرجع على شغله بسرعه. يا مايا طب يلا حبيبتي. طب اطمنيني. ها ماشي يا اسماء. اسماء يلا يا اسماء. خلاص هو ده اللي تعالى عادي وعندها مشاوير كتير. بتتعصب عليها ليه يا سليم؟ ونعرف منين انها تنسى المفاتيح؟ طيب خلاص خلاص، لا لازم اروح لها حالا عشان الحق عند البيت. لا تعالى استنى، انا هشوفك تاني امتى؟ هو ده وقته. في وسل اهو. افتحي وخلي اسماء تنزلي المفتاح عشان مستعجل. خشوا. لا لا اركن بقى وانزل عشان انا عايزاك. لما ارجع؟ لا مش لما ترجع، دلوقتي. ما انا قايل لك يا مريم ان انا عندي ميتنج، انا اصلا اتعطلت عشان اجي افتح لك. بقول لك ايه؟ انا عايز اعرف انت كنت فين ومع مين وايه اللي خلاك ما تعرفش ترد عليا. يعني هكون مع مين على الصبح يعني يا مريم؟ ما اعرفش انت قول. وانا عشان كان معايا مكالمه دولي وشغل مش عارف اقفل، خلاص بقيت مع حد دولي. طب وريها لي تاني يا مريم. اه تاني عادي، وريها لي وريها لي. سكت ليه؟ مكبوسه كالعاده. طب خلي بالك بقى عشان بدات ازهق. استاذ مراد تحياتي لحضرتك. الفيديوهات اللي انا بعتها لك عندي زيها تاني واكتر بكتير. نصيحة خدها بكل اهتمام وتنفذها لمصلحتك. اوعى حد يعرف بأي كلام بيحصل وهيحصل بينا، وإلا فيديوهات خطيبتك بقى هتملى النت. انت راجل تقيل.
كتير وما ينفعش تلبد حاجه زي دي ولا ايه؟ خدي بس مفتاح خليها معاكي. طيب اسبق مش بني ولا استني. ايه ده؟ ايه انت جبتش حاجه جديد؟ لا ده انا لقيته في شنطتي. طيب جود كويس. سبيني بقى العربيه يلا وانا جايلك. ماشي. انا ما كنتش لاقيه الباور بانك بتاعي فقلت انزل اشوفه في الجنينه. معاك تشارجر؟ طيب لا ما جبتوش تقريبا نسيته. مش مشكله نبقى نشتري واحد تاني بكره عادي. ايوه يا نور. ايه يا حبيبتي بطمن عليكي. قوليلي عملتي ايه مع سليم؟ ولا حاجه. قال لي انه كان معاه مكالمه دوليه. طب ايه انت صدقتيه كده على طول؟ ايوه يعني هعمل ايه، ما هو وراني التليفون. بصراحه يعني شكلي كان زفت قوي فسكت. طب مش يمكن هو اللي متصل بالرقم؟ لا طبعا ودي تفوت عليا، كانت ريسيفت كول. طيب شفتي الديوريشن بتاع المكالمه؟ بس مش شرط كل ده كان بيتكلم ولا ايه؟ صدقي فاتت عليا موضوع الديوريشن دي. طب سليم جه هكلمك بعدين. طب يلا يا روحي بقى. سليم استنى انا عايزك. عايزه يا مريم؟ بصراحه انا مش مرتاحه. والله انت اللي تعبه نفسك وتعباني معاكي. موضوع اهبل ومش مستاهل كل الهري ده. طيب تمام، لو هو موضوع اهبل بقى وريني المكالمه. ده ليه ان شاء الله؟ عايز اشوف الديوريشن. ديوريشن؟ ده انا ابقى راجل اهبل وتافه لو وافقت على الكلام ده. بس صدقني غلطان ان انا كنت بوافقك تفتحي تليفوني. ما انت لو بيتقال لك لا من الاول ما كنتيش زودتيها كده. تبقى راجل تافه ليه؟ عشان عايز تريح مراتك؟ ما انت لو ما فيش حاجه مخبيها هتوريني المكالمه عادي. طيب انا مش مخبي حاجه ومش هوريكي حاجه يا مريم، لان انا مش عايل واقف قدامك. ده انا الراجل ما بعملش معاكي كده. عشان انا حياتي واضحه ما فيهاش اي حاجه تستخبى. طول النهار في الشارع يعني لو عايز اسخف عليكي مش حاجه صعبه. بس انا بثق فيكي مش بدور على النكد ليل ونهار زيك. طول النهار في الشارع بس حياتي ما فيهاش رجاله، مش زي حضرتك اللي حياتك هيصه ستات. ايه اللي كلاينت واللي موديل واللي اسيستنت؟ ده طبعا غير الاكس بتاعتك اللي عماله تبعت لك في مسجز وانت فاكر ان انا مش هعرف وكمان مش مسجل رقمها. طب بصي بقى، انا مش مسجل رقمها وفعلا كلمتها عشان خاطر تحجز لنا لانها شغاله في المكان، وانت لو ست عاقله كنت قلت لك عادي. بس انت اللي بتضطريني انا اخبي عليكي عشان الدنيا تمشي. وانا حياتي مليانه مودلز وكلاينتس ومساعدين، ودي طبيعه شغل اللي انت المفروض عارفاها كويس، فده مش اتهام. وانت عايز تطلعني مجنونه؟ انا مش مجنونه. انت راجل طول عمرك عينك زايغه وبتحب الستات، وانت بنفسك قلت كده. ما اي راجل هيحب الستات، امال هحب ايه يعني؟ يا سلام. بس انا برضه في نفس الوقت نفس الراجل اللي قرر يتجوز ويخلف ويتحمل مسؤوليه. فلو انا لعبي بقى زي ما انت عايزه تطلعيني ما كنتش خدت الخطوات دي. بقول لك يا مريم، كفايه نكد وكفايه تهديد لحياتنا، وبطلي بقى شغل المخبرين بتاعك ده عشان هيخلي حياتنا سواد. لم الليله بقى. أستاذ مراد تحياتي لحضرتك. الفيديوهات اللي أنا بعتها لك عندي زيها تاني وأكتر بكتير. نصيحة خدها بكل اهتمام وتنفذها لمصلحتك. اوعى حد يعرف بأي كلام بيحصل وهيحصل بينا، وإلا فيديوهات خطيبتك بقى هتملى النت. يا عاطف بقول لك ايه، انا عايزك تجيب لي تليفون جديد وتجيلي على البيت. ها عايز اغير تليفوني. لا دلوقتي تجيلي دلوقتي. يلا مسافه السكه تبعنا. يلا سلام سلام.
قلت لك عدة يا باشا بقى أجدد حاجة. لسه نازلة الشهر اللي فات. طب بقول لك إيه، خد بقى افتح لي كده وشغلها. ماشي يا باشا. طب بقول لك إيه صحيح؟ قول لي يا باشا. دلوقتي لو في حد راكب تليفوني تقدر تعرف يعني لو حد راكبه ولا لأ وهو مين؟ بص يا باشا بصراحة لو قلت لك إن أعرف كده بشكل مؤكد أبقى بكذب عليك. بس الحاجات دي بتحتاج شغل كتير قوي ووقت كمان. بس أضمن حاجة كده زي ما حضرتك بتعمل يعني إنك تغير العدة. ماشي. ممسك. مراد، مراد انا بحاول اكلمك من ساعه ما وصلت ما بتردش عليا. هو انت كويس؟ يا هاني انا كويس، انا بس كنت مشغول قوي النهارده، اكلمك الصبح. حضر لي 200,000 جنيه هتحولهم على ارقام محافظ انا هبعتهم لك. بس انا ما عنديش محفظه. يا سيدي اعمل واحده. الاقراء سريع ممكن يتعمل في اي فرع من فروع شركه الموبايل بتاعتك او في اي جهه من الجهات اللي بتعمل محافظ ماليه. بس بقول لك لازم تعمل دخل 48 ساعه بالكتير، والا ساعتها هتزعل مني. الفيديوهات دي هتملى الدنيا وانت عارف الناس بقى بتحب الفضايح. وانت بتحب الفلوس واكيد هتقعد تتسلى عليا كل شويه حتى لو دفعت لك. لا مش حقيقي. انا راجل ذكي بس مش طماع ولا بحب افتري. لو انت جيت معايا في الصح ونفذت لي طلبي انا بوعدك مش هقرب لك تاني. أصل اللي بيغلطوا بيعقوا زيك دول كتير، وأنا مش عايز أزهقك من حياتك يا سيدي، هي قرصة ودن، مرة واحدة وخلاص. في ايه يا هاني خدتيني؟ بقول لك ايه، هو مراد عرف حاجه على اللي حصل بينا؟ اكيد لا طبعا. اشمعنى؟ معرفش، قاعد بيسالني عليك النهارده بطريقه غريبه قوي. اقفلي موبايلك. موبايلي انا؟ ليه؟ من فضلك اقفلي موبايلك دلوقتي حالا. ماشي. ما خلاص بقى يا سليم، في ايه؟ ايه يعني لما جيت لك اللوكيشن؟ انا اصلا كنت جنبك هنا، عديت عليك عشان اسالك على حاجه مهمه. مش جريمه يعني. افرضي بقى هي جت فجاه، يبقى ايه الحل؟ مش هتطب يعني في الربع ساعة اللي أنا فيه. طيب انجزي واسألي اللي أنت عايزة تسأليه عشان تقومي تمشي. حكاية النمرة الدولي اللي كلمتك دي، تلحقي تتقابلي مريم وتقرريها؟ صاحبتي وبطمن عليها. طمني عليها؟ طمني عليها ولا على نفسك؟ عيب يا نور، عيب، ده أنا أكتر واحد فاهمك. ويا سليم، ممكن تحكي لي وتخلص؟ ولا حاجة، خليت واحد صاحبي يكلمني من بره، أنا عارف إن مريم مش هتسكت فقلت أأمن نفسي. يا ابن اللذينة، ده أنت بلوى. عيب عليك. تصور بدأت أخاف منك؟ وهتكون بتحور عليا سليم أنا كمان. حور عليكي إيه؟ إذا كان أنت الحوار اللي في حياتي أصلاً، وغير كده أنا غلبان. ماشي يا عم الغلبان. قولي بقى هتعدي عليا النهارده ولا لأ؟ أنت وحشتني. لأ مش هينفع النهارده. أولاً سيف جاي لي كمان شوية،
ثانيا انت جيتي لي اللوكيشن اهو فجاه وحطيتينا في ريسك كبير والحمد لله. خلينا نهدى بقى اليومين دول كده عشان مش ناقصه قلق يا نور. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو انا ما وحشتكش؟ لا وحشتيني طبعا، بس يعني نأمن عشان ما توحشنيش على طول. ماشي. ايه التوتر اللي انت فيه ده كله عشان ايه ان شاء الله؟ لو على حصل فخلاص عدى وانتهى يعني، ولا انت بقى ما صدقت وبتتحجج؟ ما تهدي على نفسك بقى شويه يا نور. شفتي يا وسيب بيتكلم اهو، اسكتي خالص. يا سيفو انت فين يا معلم؟ وصلت؟ طب حلو قوي قوي. طيب طب اركن وخلي اي حد يجيبك عند الكرفان. يلا يا معلم انا مستنيك. يلا سلام سلام. يلا قومي قومي، زمانه داخل علينا. قومي ما تتنحيش، قومي يلا يلا. بس ما اكلمك يا سليم ترد عليا. طبعا طبعا وحياتك. ماشي يلا ادخل. يا عم سليم وحشت ابن اللذينة. مع اني ما كنتش متخيل انك هتوحشني بعد السفرية الهباب دي. بس اقول ايه بقى، قدري. نقعد هنا ولا ننزل في الهواء؟ لا لا خلينا هنا عشان نعرف نتكلم مع بعض. ماشي لرياحك. صدق وتامن بايه؟ انا كنت هكلمك النهارده اقول لك تعالى نقعد. طمني عليك، اخبارك ايه؟ تمام. كلم حد من العيال؟ لا والله، بس وحشوني يا اخي. وحشتنا قعدتنا والبلاي ستيشن والضحك. عايزين نهدي الدنيا شويه بين علي ومراد. ما ينفعش اللي بيحصل بيننا ده، مراد ما حصل بيننا كده. عشان كده كلمتك قلت نيجي نشوف هنعمل ايه. لو ان انت يعني عكيت الدنيا يا سيف بغشوميتك دي، جبتك حل عميتها زي ما بيقولوا. بس خليني يعني كده هشوف ممكن نعمل ايه ونصالحهم ازاي. لو اني مش فاهم ايه سبب المشكله بينهم اصلا. مش مهم بقى نعرف سبب المشكله ونحاول نهدي الدنيا وخلاص. عندك حق. ماشي خليني انا اظبط كده وهقول لك. المهم طمني عليك وعامل ايه مع ريهام؟ ماشي ماشيه. لا مش باين خالص. وهتكون عاكي الدنيا معاها. ما تقولش انك لسه قافش من ساعه السفريه. لا لا مش قصه السفريه خالص. هو في حاجه مش مفهومه كده. ريهام متغيره معايا كانها بتتحداني مثلا. مش فاهم. كل ما احاول اهدي الدنيا ما بلاقيش رد فعل كويس. مش انا بس اللي اتغيرت على فكره. في حاجه جديده حاصله بينكم. سيف لو مش عايز تحكي براحتك. انا بس حاسس انك ما بقتش مبسوط بشكل عام وانا نفسي اساعدك. ده مش صح. مش فكره ان انا مش مبسوط بشكل عام، بالعكس. انا الحمد لله من ساعه ما رجعت من العمره وانا حاسس بتغيير. في تغيير حصل جوايا انا. انا شايف ان انا اتغيرت للاحسن، بس انتوا ما حدش فيكم واخد باله. طب يا معلم زي الفل. ايه بقى سبب المشاكل الكتير اللي حاصله بينكوا دي؟ انا ما بقتش في اولوياتها. اهم حاجه عندها شغلها ومواعيدها والتصوير، وانا بكمل الصوره كده ماليش لازمه. انت عايز الحق وتسمع من اخوك. انت مزودها حبتين يا سيف. انت متجوز ريهام كده زي ما هي، ست طموحه وعندها كارير، وانت كنت موافق على ده ومعجب بيه كمان. ما تجيش بقى تشقلب حياتك في يوم وليله وتطلب منها انها تمشي وراك عادي وتوافقك على كل حاجه. واحده واحده يا اخي، على الهادي يا زبادي زي ما بيقول. ايه هلا العقل اللي نزل عليك فجاه؟ ماشي يا خبره. لحظه كده يا سيف، بس مسج شغل. ماشي. استاذ سليم بحياتي لحضرتك، الفيديوهات اللي انا بعتها لك دي عندي زيها تاني واكتر بكتير. نصيحه خدها بكل اهتمام وتنفذها لمصلحتك. اوعى حد يعرف باي كلام بيحصل او هيحصل ما بيننا. والا فيديوهات المدام بقى هتملى النت، وانت راجل مشهور وما ينفعش تتلطف حاجه زي دي. ولو حابب تشوف اكتر اخليك تشوف. سيف معلش انا في مشكله في المونتاج ولازم اروح لهم حالا. لا روح طبعا مش مشكله، نتقابل احنا وقت ثاني. ماشي يا معلم. يلا سلام. هكلمك. ماشي. ربما يكون
الو الو، كيفين؟ انا في البيت، بس انا نازله مع اصحابي بتوع النادي. لا ما تنزليش، انا عايزك. لا ما ينفعش، انا مظبطه الخروجه، لازم انزل طبعا. اشوفك لما ارجع بقى. قلت لك مفيش نزول، انا جاي لك دلوقتي. انا مش فاهمه، وانت متعصب عليا ليه؟ مسافه السكه وابقى عندك. ايوه ندى، بقول لك ايه، انا يعني هتاخر شويه، روحوا انتوا وانا هحصلكم. خير؟ انت كويسه؟ طيب. اه لا انا تمام، انا بس طلع لي مشوار كده كنت ناسيه خالص، فهخلصه واجي. اوكي. طيب الريزرفيشن متظبط ولا كلام؟ لا لا متظبط، انا مظبطه كل حاجه. هتروحوا تسالوا على مستر مروان، هو مدير المكان، هيعمل لكم كل حاجه قبل ما اجي. اوكي يلا باي باي يا حبيبتي. يا مامي حبيبتي، اخبارك ايه؟ ايه ده، في ايه؟ مال صوتك؟ طب انا جايه حالا خلاص، هطلع لك انا وام حسين تقعد معاكي لحد ما اجي. مع السلامه. مع السلامه. ردي ردي. الو. ايوه محسين، انا مريم. اطلعي لمامي من فضلك دلوقتي على طول. ايوه جات لها الازمه، انا جايه دلوقتي. اطلعي بس ما تسيبيهاش لحد ما اجي. مع السلامه. سليم، الحمد لله انك جيت. مامي جات لها الازمه، لازم اروح لها حالا. هكلم بس الدكتور. طيب اهدي اهدي. الو. ايوه يا دكتور، من فضلك ابعت عربية اسعاف حالا دلوقتي لمامي من المستشفى. ايوه جات لها الازمه تاني. لا انا رايحه لها حالا دلوقتي. ماشي ماشي، مع السلامه. يلا 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 بينا. يلا يلا. انت رايح فين يا علي؟ شكلك كده رايح تبلغ البوليس. عرفت ازاي؟ حتى بالأمارة انت لابس بنطلون جينز وقميص ابيض وجزمة خضراء. انا عايز اعرف في ايه؟ في لا فيه. انا كلمتك 100 مره ما بتردش عليا، ومن ساعه ما رجعنا من السحر وانت متغير معايا. انا من حقي اعرف في ايه يا مراد؟ وانت مش شايفه سبب للتغيير ده؟ لا اكيد مش شايفه سبب. لو شايفه سبب ما كنتش جيت وسالتك. على فكره انا قلت لك قبل كده ان انا ما بحبش الكذب، واديتك فرصه ان لو في حاجه تحكيها لي، وانت ما استغلتيش الفرصه دي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لا حاسب على كلامك يا مراد، انا مش كدبه على فكره. لا بصراحه انا منبهر. لا برافو، شاطر بجد والله. طب استنى استنى هوريك حاجه. ايه رايك في الصوره دي؟ فاكره امتى؟ لما قلت لي انت في البازار في الشغل. بس عارفه المشكله في ايه؟ ان انت حظك وحش قوي، لأن الناس اللي معاكي في الصورة دول صحابي،
وانا بألف الستوريز بتاعتهم لقيتك. ساكته ليه؟ ماشي يا مراد، انا يمكن ما قلتلكش، بس انا روحت هي ساعه واحده بس، وانا كنت عايزه اشوف اصحابي وكان نفسي اروح الخروجه دي بس كده. وبصراحه يعني انا مش شايفه انها في حاجه تيجي على كرامتك. انا ما كنتش موافق. وانا كنت عايزه اروح. فتروحي. ايوه يعني احنا لو اتجوزنا وانا مش عايزك تعملي حاجه معينه، اول ما انزل تروحي تعمليها على طول، صح؟ لا اكيد لا يا مراد، بس يعني انا مش عارفه هي مش مناسباك ليه بصراحه. حفله فيها شرب ورقص وبنات على اولاد، وانا مش موافق انك تبقي هناك من غيري. اقولك على حاجه، من غير اسباب يا ستي، انا المفروض كلمتي تحترم. ماشي يا مراد، يمكن عندك حق في دي. هو ده بقى اللي كان قلبك عليا كل ده؟ لا انا عندي اسباب تانية كتير. لا بقى، ما انت متحسيش ان انا مقضيها من وراك، عشان ده مش حقيقي على فكره، وانا مش هقبل انك تحطني في الحته دي. كلمت علي من ساعه ما رجعنا من الساحل؟ لا. انت كده يعني لو قلتلك طلعي تليفونك دلوقتي وافتحيه وريني اللوج هتعملي كده عادي؟ لا طبعا مش عادي. هو مش طبيعي برضو ان خطيبي يمسك تليفوني ويبص فيه ويبقى شاكك فيا؟ هو انت بتضحك على ايه؟ عموما كويس قوي ان احنا لسه في الاول يا مراد. انا بقى اللي مش عايزه اكمل. وانا من امبارح مش فاهمه حاجه، وانت مش بتقول اللي كنت عايز تقوله، وهو اليوم بيخلص وعمال تقول لي بعدين، وانا برضو مش فاهمه حاجه. هو انت فين اصلا؟ التصوير، شوف بقى موضوع التصوير ده. ايه ده؟ ازاي في الكومباوند؟
يعني انا مبقتش مرتاحه مور، مش مبسوط، بقيت متاكد ان العلاقه دي لازم تنتهي. وده من ايه ده ان شاء الله؟ كل ده علشان ايه؟ عشان كده تحت البيت؟ خلاص يا سيدي احنا اسفين يا نورا. مش بتكلم عن موقف معين. مالك؟ انا بتكلم عن الفكره نفسها، فكره اننا مع بعض بقيت شايف غلطه كبيره ولازم نصلحها. انا تقريبا متاكد ان كل المشاكل اللي انا بعدي بيها دلوقتي بسبب علاقتنا. مريم كمان ما تستاهلش اللي احنا عاملينه فيها ده. من الاخر يعني كده انا حاسس ان ربنا بيعاقبني. يا سلام، ده اكتشفته فجاه بقى ولا ايه؟ مش هتفرق بقى يا مور، انا المهم عندي دلوقتي ان مريم ما تعرفش اي حاجه، وما عنديش اي استعداد ان اغامر بالموضوع ده. بقول لك يا سليم، ما تبوظش اللي بيني وبينك على الفاضي. انا وانت عارفين كويس قوي ان زي ما انت بتعمل هي كمان بتعمل. تقصدي يا مجنونه انت؟ قصدي انت عارف كويس قوي. الظاهر ان انا كان عندي حق. اسمعي يا بنت الناس، احنا من النهارده علاقتنا انتهت، وسيرتي او سيره مراتي لو جت على لسانك تاني انا هزعلك. سليم استنى يا سليم، استنى تعالى نتكلم جوه. طيب ايه ده؟ عني بقى يا شيخه، السبب في كل المصايب اللي انا فيها. جوزي كان عندك بيعمل ايه؟ ايه السؤال ده؟ هو ايه اللي هيجيب سليم عندي هنا في البيت؟ دي اجابه بقى هعرفها منك دلوقتي، اتفضلي. انا مش فاهمه حاجه. يعني هو واضح ان انت عايزه توصلي لحاجه، بس في حاجه انت فاهمها غلط يا مريم. انا دلوقتي بس اللي بقيت فاهمه صح. بقيت فاهمه اني كنت لعبه في ايد واحده خاينه وحقيره. انت ارخص انسان انا شفتها في حياتي. انت ازاي طايقه نفسك؟ ها؟ أنا مش فاهمة أنت إزاي كده؟ إزاي يعني؟ إزاي كنتي قابلة تقعدي معايا وتتكلمي بالساعات وأنت بتخونيني مع جوزي؟ عادي! ممكن تقوليلي؟ محتاجة أفهم! عملتيها إزاي دي؟ ملوش لازمة الكلام ده، تعالي بس نقعد وأنا هشرحلك. تشرحيلي إيه؟ اصبري عليا. اخرسي! تشرحيلي كنتي بتخونيني مع جوزي إزاي؟ بقولك إيه؟ أنا مش جايالك بقى عشان نتعاتب ونتكلم وجو الأفلام الرخيص ده. أنا جاية أقولك إنك ولا حاجة. إن أنتِ بتختفي لما أنا بظهر، لأنه مستحيل يبصلك ولا يكلمك لما أبقى أنا موجودة. حاجة عرة قوي بصراحة. أنا مش فاهمة يعني أنتِ إزاي قادرة على نفسك كده؟ كان بيديكي كام؟ حد هنا وكفاية، ما تنسيش إنك واقفة في بيتي. بيت مين يا أمو بيت؟ ده حيالله بيت إيجار. هو أنتِ نسيتي نفسك؟ بقول لك إيه؟ أنا هكلم إدارة الكومباوند وهكلم صاحبة البيت وهقول لهم انك كنت جايبه راجل في بيتك، وهيطردوكي وهيقفلوا لك الحضانه. فاحسن حاجه بقى تعمليها انك تختفي، عشان انا لو شفتك صدفه مش هسمي عليكي ومش هتهمني الفضايح ساعتها. وماله؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكله. انصحك تفكري كويس في اللي انت بتقوليه ده قبل ما تعمليه، عشان انا كمان ممكن احكي واتكلم واعمل فضايح. طب بيتكلمي على ده كمان؟ We'll be right back.
تحياتي لحضرتك. الفيديوهات اللي بعتها لك دي عندي زيها تاني واكتر بكتير. نصيحة عاوزك تاخدها بكل اهتمام ولمصلحتك. اوعى حد يعرف بأي كلام بيحصل او هيحصل ما بيننا، وإلا فيديوهات مراتك هتملى النت. كنت فين؟ كلمك يا بنتي، كنت فين وما قلتيش ليه انك نازله؟ انت مصاحب نور من امتى؟ نور مين؟ اسكت خالص. انا شفتك، شفتك المره دي، شفتك وانت نازل من بيتها. شفتها وهي بتنزل وراك عايزه تطلعك بيتها تاني. شفتك وانت مغطي عربيتك عشان ما تبانش. ايه؟ عايز تطلعني مجنونه زي كل مره؟ دي واحده بتطاردني وانا كنت بقول لها تبعد عني. وبعدين قلت لك مليون مره مش اي واحده من صاحباتك تقربيهم مننا وتدخليها بيتنا. انت غلطانه على فكره. ده انت كنت بتفتحي لها كاميرا جوه اوضه نومنا. وكمان عارف انا كنت متاكده ان في واحده تانيه في حياتك، متاكده، بس عمري ما تخيلت انها تبقى صاحبتي. صاحبتي اللي بتقعد معايا كل يوم. انا مش مصدقه. هو انت ازاي جالك قلب تعمل فيا كده؟ يعني ازاي تصغرني بالمنظر ده قدام صاحبتي؟ ازاي انت ازاي تعمل فيا كده؟ رايحه فين؟ استني يا مريم. استني ما تمسكنيش خالص، ما تمسكنيش خالص. انا اسف، انا اسف يا مريم، اسف. لا تمام، لو على اسف عادي خلاص، تاني اعديها عادي زي كل مره. انت هزيت ثقتي في نفسي. انت هو انا قصرت معاك في ايه؟ عايزه اعرف. طيب يعني عمرك مثلا جيت البيت ما لقيتش احلى اكل، احلى سفره معموله؟ عمرك حبيت تنزل ما لقيتش لبسك جاهز مكوي؟ ها؟ وتوضى في الدواليب؟ عمرك قررت تسهر بالليل ما لقيتنيش جاهزه على سنجه 10؟ مع اني بصحى مع بنتك كل يوم الساعه 6 الصبح وببقى تعبانه؟ عمرك حسيت بكده؟ أنا قصرت معاك في إيه؟ والله العظيم هتجنن. أنا سبت حياتي كلها أصلاً عشانك. يعني أنا اخترتك. أنا اخترتك، اخترت أبقى زوجة وأم عشان بحبك. كان ممكن أشتغل، صح؟ أفتح بيزنس، أشتغل في شركة، يبقى عندي فلوسي وحاجتي. بس انا اخترتك. حياتي كلها بقت انت. طموحك بقى هو طموح، عايز اشوفك اهم راجل في الدنيا. انبساطك بقى عندي اهم من انبساطي، تخيل. انا دفنت نفسي فيك اصلا. لا لا دي ست الستات والله العظيم، ست الستات اللي مش مالي عين. مع اني يعني ما تحولتش لست بيت، يا مش قادره حتى اقول سليم. ها انا واخده بالي من نفسي كويس قوي وبالشكل كويس جدا، والناس كلها تشهد بكده. انا بقيت من الستات اللي انا بكرههم، اللي بتراقب جوازاتهم عشان مش بثق فيك. انت عارف انا حتى انا براقبك طول الوقت، واليوم اللي بقرر اطلع اقعد فيه وافس دماغي في اي كافيه افكر بس اقعد احس اني لو قفلت عيني، لو لفيت كده انت
هتروح مع اي واحدة معديه في الشارع، عشان انت على طول متاح، على طول مرحب بكل الستات، باي ست مرحب. ده ايه العيشة الذل اللي انا عايشاها دي؟ خاطري ما تعمليش في نفسك كده. ما تمسكنيش. انا اصلا ما استاهلش الزعل ده كله. مريم صدقيني دي احلى حاجه في حياتي. انت هزيت ثقتي في نفسي خلاص. انا اصلا ما بشوفش نفسي حلو، انت عارف كده. يعني انا بلبس طول الوقت اوفر، طول الوقت على طول لابسه اوفر اوفر اوفر، حاطه ميك اب طول الوقت حتى في البيت على طول، عشان انت تشوفني حلو، عشان انت طول الوقت حواليك ستات، موديل بقى، كلاينت، اسيستنت. ده ايه الحياه القرف دي الكئيبه دي؟ انا محتاجه افوق لنفسي، انا محتاجه افوق لنفسي. والله العظيم انا بحبك. حقك عليا. انا غلطان، انا غلطان صدقيني يا مريم. انت مالي يا عيني، انا ما اقدرش اعيش كفايه كذب، كفايه كذب، مش قادره اسمع اكتر من كده. مريم اي اتنين متجوزين ساعات بيعدي عليهم وقت بيبقى راجل فيها زهقان، لا مش من الست اللي معايا، زهقان من روتين الحياه نفسه والجواز. لكن احنا ممكن نفتح صفحه جديده، واي حاجه مضايقاك انا هبطلها صدقيني. يعني الراجل لو زهق من الروتين عادي انه يخون، صح؟ طب هسألك سؤال، وانت راجل مخرج بقى وعندك خيال، تخيل كده معايا ان انا زهقت من الروتين وجيت قلت لك انا اسفه، هتعديها يعني؟ مش هعديها، وعمري ما حسبت انك تعملي كده. يعني يعني في حاجه تحت ايدي، يعني كانت محتاجه تفسير وتوضيح في الاول، اضح الزيت. لكن كان علي بيقول لي مش مستحيل، بس مع ذلك كنت دايما محتاجك تثبتي لي ده. حاجة ايه؟ مش ايه اللي انت بتقول؟ بتقول ايه؟ انت بتتكلم في ايه اصلا؟ جالي فيديو ليك انت وعلي، كنت محتاج افهم. تفهم ايه؟ مش فاهمة حاجة من اللي انت بتقوله. فيديو ايه ده اللي انت بتتكلم عنه؟ فيديو في الساحل في أوضة نوم. ايه؟ هو انت اتجننت في عقلك؟ وريني الفيديو ده، وريني الفيديو بقول لك. انت بقى شايف ان دي انا؟ انت مصدق يعني؟ اكيد مش انت، بس برضو كنت محتاج منك اي رد. اخرس تخرس خالص، رد ايه اللي انت محتاجه؟ انا مش زيك، انا مش الزباله اللي انت عرفتها عليا، ام رموش بلاستيك المعفنه الرخيصه. انت اصلا ازاي تفكر كده؟ بقول لك ايه، كلم علي، كلم علي، خليه يقول لك مين اللي بيخون في البيت ده، كلمه. بس يا مريم. لا مش خلاص. عارف انا بقى مبسوطه قوي ان الفيديو ده وصل لك، عارف ليه؟ عشان تحس وتعرف قد ايه الخيانه بتوجع، حتى لو اللي في الفيديو دي مش انا. انت عارف ان علي كان بيحب مريم زمان؟ طب وتفتكر الموضوع خلص؟ الفيديوهات اللي بعتها لك دي عندي زيها تاني واكتر بكتير، نصيحة عاوزك تاخدها بكل اهتمام ولمصلحتك. اوعى حد يعرف بأي كلام بيحصل او هيحصل ما بيننا، والا فيديوهات مراتك هتملى النت.
كلم علي. بس مالك؟ كلم علي بقولك. انا اللي هكلمه. ما بيردش، مش مشكله. يلا نروح له دلوقتي. نروح له فين؟ ده اكيد رجع الجون. لا ما رجعش الجون، هو هنا. هو عدى عليا بعد ما رجع وقال لي انه قاعد كام يوم. هو قال لي عدى عليك ليه؟ ليه ما قلتليش؟ ما قلتش عشان نسيت، عشان هي اصلا حاجه مش مهمه. هلو هلو هلو. عامل ايه يا علي؟ ناسي ايه هناك يا مسطول؟ احنا ناسي كل حاجه مريومه. كويس لسه معاك المفتاح. طب امسك بس قبل اي حاجه اهو المفتاح اهو. انا اصلا مسطوله زيك، المفروض كنت اديه للراجل بتاع الامن هناك، هي اسمه مصطفى باين. فبليز بقى لما تروح ما تنساش تدهول. اوكي حاضر هعمل كده. انت كويس تمام؟ انا تمام زي الفل. طيب راجع الجونه امتى؟ والله لسه مش عارف، شكلي قاعد في القاهره كام يوم. وبس خد المفتاح ومشي. فهو بقى قاعد هنا في القاهره وانا عايزه نروح له دلوقتي حالا. شكله رجع تاني النهارده. ما انت عارفه علي بيغير البلانز بثانيه. الغريبه ان هو لا بيرد على تليفوني ولا تليفونك. طيب خلينا نروح دلوقتي وبكره الصبح نشوف هنعمل ايه. نروح؟ لا معلش انا ما عنديش استعداد ابات معاك بعد اللي حصل. فحضرتك بقى شوف مكان تبات فيه النهارده، وانا من بكره هاخد مامي ومايا ونقعد عندها. طبعا انت مش هتروحي حته، ده بيتك، انا اللي همشي لغايه ما انت تاتي. بس احنا لازم نقعد يا مريم، احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا بالنسبه لي خلص. سيف كمان اتبعت له الفيديو زي ما توقعنا. طب وده معناه ايه؟ معناه ان في حد بيشتغلنا كلنا. والله يا جماعه انا مش عارف اذا كان في حد بيشتغلنا ولا صاحب عمرنا هو اللي بيشتغلنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس مش للدرجه دي يعني. بعدين ما هو علي ملطوط في الفيديو، يعني مأذي زينا. علي ملطوط في الفيديو، بس احنا لحد دلوقتي لسه ما نعرفش مع مين. انا ما انكرش انا اتهزيت لما شفت المسج، بس لما قعدت افكر قلت استحاله علي او واحده من البنات يعملوا كده. انا مش فاهم انت واثق ليه قوي كده. ما في حاجات كتير حصلت ملهاش ولا معنى ولا تفسير وتخلينا برضه نشك. حاجات زي ايه؟ حاجات كتير يا معلم. زي مثلا ان علي وهانيا سابوا السهره في بوجي بار في نفس التوقيت. وغير ان في فيديو ما بينهم كلام واضح جدا. هي بتقول له انت كده بتضحك على الكل. وهو رد عليها قال لها ايه؟ ليه يعني؟ عشان خاطر اللي حصل بينا؟ انت عايز كلام اوضح من كده؟ ايوه بس الكلام ده مش لازم يكون معناه اللي في دماغك. ولا معناه ان هو تمام. ويعرف هانيا منين عشان يدور بينهم حوار زي ده؟ ما هي دي مش اصول برضه. وبعدين لو في حد بيلاعبنا ما هو مش من فراغ، ما علي في الفيديو والله اعلم مع مين. انا مش عارف ازاي عمل كده في بيت معانا فيه مراتاتنا. اقولها لك تاني وقلت لك قبل كده 100 مره، السلطه اللي احنا عاملينها دي ما تنفعش. هو يروح ياجر بيت يا باشا يعمل فيه اللي هو عايزه. نسيب بذمتك ده وقته، احنا في موضوع اكبر من كده بكتير يا اخي. والله يا المصيبه الاكبر واللي احنا ما جيناش ناحيتها اصلا، مين اللي صور وعمل كده ازاي؟ حاسس انها ممكن تكون فعلا نور. يا معلم نور دي بعيد قوي. وبعدين هتستفيد ايه يعني انها تصور علي وكمان تبعت له فيديوهات وتلف كل اللفه دي عشان خاطر تاخد منه فلوس؟ الموضوع ده مش منطقي. وبعدين انت نفسك بتقول ان هي ورتك ان هي بعت الفيديو من عندك انت بعد ما رجعني، صعب قوي تكون نور. طب اقول لكم ايه؟ تفتكروا يكون علي هو اللي بيصور نفسه والفيديوهات دي مثلا وقعت في ايد حد هو بيستغلها؟ طيب لا لا، الفيديوهات اللي مبعوته مش مبعوته من الاوضه بس، البيت كله فيه كاميرات. بقول لكم ايه؟ طب يمكن البنت اللي مع علي دي واحده احنا ما نعرفهاش اصلا. يمكن، ويمكن يكون بيلعب علينا. انا شايف الاجابه لكل اللي احنا فيه ده عند علي. وزي ما وقعنا في الوحله النيله اللي احنا فيها دي بقى هو اللي لازم يخرجنا منها. صح. انا بقول تقوم تغير ونروح له. يلا.
مريم، انت ايه اللي جابك؟ انت كويسه؟ اه اتفضلي. طيب. شكرا. انتوا بتعملوا ايه هنا كلكم؟ انا جايه عايزه اعرف ايه حكايه الفيديوهات، بس واضح كده ان انتوا اتكلمتوا. ايوه يا مريم، في واحد بيبتزنا كلنا ولازم نعرف هو مين. وانا رحت لصاحبه الفيلا وتاكدت انها ملهاش دعوه بالموضوع. انا كمان قابلت البروكر اللي اجر لي الفيلا واتكلمت معاه، وهو مستعد يبلغ معانا. اكيد لو كان هو كان خايف ما كانش يرضى يقابلني اصلا، ولا حتى يعرض انه يبلغ معانا. يا جماعه احنا لازم نبلغ. لا طبعا، احنا لو بلغنا ممكن النصاب ده يعرف ويشير الفيديو والبنت تتفضح. ارجوك انا مش عاوز البنت تتفضح. مين ممكن يعمل كده؟ احنا عمالين نلف حوالين نفسنا واحنا مفيش حد غيرنا دخل الفيلا. لا في مين؟ انا 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 مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا، انا تهت مني، انا مش انا. أسمع أسمع. أيوة مدام. أنت لما روحتي فيلة الساحل كنت لوحدك ولا كان في حد معاكي؟ طبعا كنت لوحدي. مش فاهمة قصد حضرتك يعني. ما اتوترتي كده ليه؟ لا ابدا. طب اطلعي لي بره عشان مستر سليم واصحابه عايزينك. عايزيني انا؟ اه اتفضلي يلا قدامي. أسمع، أنا عايز أعرف منك كل حاجة دلوقتي حالا. أنا مش عارفة والله يا سليم بنتك بتتكلم عن إيه؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو أنت لسه هتكذبي؟ بنت أنت مش عايز استهبال، أنت هتتكلمي بالذوق وتقولي موضوع الفيديوهات ده حصل إزاي؟ ولا أطلب لك البوليس وهم ييجوا يتصرفوا معاكي؟ بس خلي بالك، خلاص عرفت إن أنت اللي ورا الموضوع، فأحسن لك تنطقي عشان ساعتها يمكن أفكر أساعدك. الله يخليك، الله يخليك يا سليم. فين مش عايزه اتبهدل، والنبي والنبي اديني الامان وانا هقول لك على كل حاجه والله العظيم. والنبي ما تبلغ البوليس، والنبي والله هقول لكم على كل حاجه والنبي. طب ما تتفضلي تنطقي، هنستناكي لحد امتى يعني؟ على فكره اكيد في حد بيساعدها. ما تتكلمي يا اسم. حاضر حاضر، لا هقول لكم على كل حاجه. انا بعرف واحد شغال في محل كاميرات واجهزه مراقبه. في فيو سمعت مدام مريم بتقول كده. خلاص تمام، الحجز كونفيرم وهناخد الفيلا الخميس الجاي. بس انتي مش شايفه ان الرقم ده كبير شويه؟ هو ايجار الفيلا غالي اه، بس بصراحه الفيلا حلوه جدا وتستاهل. وبعدين دي في احلى كومباوند في الساحل. في ايه يعني؟ بصي يا ريهام، 400,000 جنيه كتير اه، بس لما يتقسموا علينا كلنا هتبقى سهله يعني. أسمع. أيوة يا مدام. تعالي من فضلك شيل الصينية دي وخليها جوه، اعملي دبل إسبريسو. حاضر. شكرا. وأنا كمان بقى هبعت أسمة تروح تنظف قبلنا، أنت عارفة ما بضمنش نظافة حد غيرها. إيش إيش ده، إحنا متقمشين ولا إيه؟ الحتة دي جديدة. بنت يا أسمة، أوعى يكون معاكي فلوس من ورايا، هزعل. جديدة إيه يا إسماعيل؟ يا حسرة، دي بتاعت مريم، زهقت منها فديتها لي. هو ده اللي باخده منها بس حاجتها القديمة. إما في يوم جت قالت لي خدي يا بنتي أسمى فلوس هاتي لنفسك فيه، ولا حتى ادتني حاجة جديدة. معني يا أخي عندهم فلوس إيه؟ زي الرز. طب أنا هقول لك، وبعدين هنضيف لها الفيلا بتاعت الساحل. قال إيه؟ عشان تصيف فيها هي وأصحابها. عارف مأجرينها بكام؟ بكام؟ 400,000. إيه؟ ما عارف أخويا بيجيبوا الفلوس دي منين؟ يا دين محمد، 400,000 جنيه؟ ياما قلتلك اسليتي اي حاجه وكان فيها وانت خارجه.
بس البعيدة خايبة. يا عم بقى أنت مش فاهم حاجة، مريم دي مش سهلة، مركزة على الأشياء وعارفة حاجتها بالوحدة، وبعدين ما هي بتسيبش حاجة قدامي، كل الفلوس والحاجات المهمة مقفولة عليها، وبعدين ما هي لو حاجة اتاخدت هيشكوا فيا أنا. طب واللي يخليها تمد إيدها في جيبها وتغرف فلوس قد كده وبمزاجها؟ إزاي يعني؟ هنصورها هي وجوزها من غير ما ياخدوا بالهم. لا إيه دي؟ أنا لسه بستفتح. يا بنت فهمي، الناس دي مسافرة مع أصحابها، مصيف، مايوهات، زيطة، أكيد هنطلع بمية لقطة. دي ناس ما عندهاش لا أخلاق ولا ضمير، اسمعي مني. يا ابن اللذينة، طب وهنعمل ده إزاي؟ كده هنخش على شغل بعض يا سمس؟ سيبها لي دي، أنا هشوف لها طريقة. أهم حاجة، أول ما تعرفي أي حاجة بلغيني على طول. من عيني. بعد ما عرف موضوع السفر ومعاده غاب يومين كده، وبعدين رجع قال لي ان هو مرتب كل حاجه. هي بقى هنعمل ايه؟ تدفعك من الاول. انجز بقى يا سمعه، ده انا على طول بفكر من ساعه ما كلمتني امبارح. يعني هنعمل ايه؟ هنحط الكاميرات في فيلا الساحل. هي دي الفكره اللي انت فرحان بيها؟ ما انت قلت هنصورهم، بس ازاي؟ اللي انا عايزه اعرفه ازاي؟ طب تعالي وانا اقول. بص يا ستي، كان في شحنه كاميرات صغيره كده متهربه، انا بقى كان نفتح حبه حلوين منهم، هناخدهم ونطلع بيهم على فيلا الساحل ونحطها في اماكن مدري لا من شاف ولا من دري. بس انا خايفه من اللي بتقوله ده يا اسماعيل. يا بنت ما تخافيش، دي فاهم يعني نحط لهم الكاميرات جوه الفيلا، يعني ممكن نطلع ب100 لقطه حتى لو ما طلعناش. انا ممكن اركب وشي دي على دي، ما انت عارفه جو الفيديوهات ده لعبتي. ساعتها بقى هيكوعوا دم قلبهم وبمزاجهم. يا بنت صدقيني هناخد الفلوس ونخلع. طب هنحط الكاميرات امتى وازاي؟ وانت رايحه تنضفي يا اختي في الفيلا، هاجي معاكي او منها اركب الكاميرات ومنها ونس. خاف يشكوا فيا يا اسماعيل، ما انا اللي بنضف. ومش هيشكوا فيكي، انت بالنسبه لهم حته بنت جهله، هتفهمي ايه في تركيب الكاميرات؟ لا مؤاخذه يعني. وبعدين انت هتبقي قدامهم، مش هتختفي مثلا. عمر ما هيجي في بالهم ان اللي بيساومهم ده قاعد معاهم ليل نهار ومش قلقان منهم كمان. هفكروا في ناس تانية بعيده، وحتى لو حصل قلق ساعتها هبقى امشي. وحضري عندك حاجه. هو ممكن يحصل قلق؟ يا بنت بقول فرضا، بلاش غباء بقى، بلاش غباء، فرضا اوحش الظروف، مش هيحصل حاجه. انا مأمن كل حاجه. الرقم اللي هبعت منه هبقى جايبه من على النت، ملوش بيانات في اي شركه اتصالات، حتى المحافظ اللي هيجي عليها الفلوس باسماء ناس تانيه، انا وانت بعيد. كل حاجه محسوبه، خليكي واثقه فيا. انت جريء قوي يا اسماعيل. ما هي الدنيا كده يا بنت، عايزه جراءه. اه صحيح، رقم الشله اللي هسافر معاها كلها تبقى عندي. اشمعنى؟ لا مالكيش فيه، انت تنفذي وبس، هتعرفي. يا البت مايا معاها تليفون امها بتلعب بيه طول اليوم، فسهله. سهل تعجبين. ربنا يستر يا بنت، كله حلو، كله هيبقى خير. تعالي يا ولاد الهرمة، ابويا على العيشة واللي عايشين. يا اسماعيل بقول لك يا بنت اسماء، انا زهقت من الفطار في الهول، حضري لي الفطار النهارده في الجنينه على ما اخد جوتس. شفت الناس دول عايشين ازاي؟ حاجه كده تطول العمر. شبهنا يا بنت، مش شطاره منهم، ده عشان هم نصابين وحراميه. ما انا قلت لك حلال فيهم. طب على قدك اهو، شوفي طالعين يصيفوا بقد ايه، ده فلوس الفيلا دي. شوفي تحل مشاكل كام واحد زيي يا شيخه. بقول لك يا بنت اسماء، ايه هتلاقي بيت الليله في الفيلا. يا بنت هننبسط شويه، ايه مالناش نفس نعيش زي الناس دي. انسى، ما ينفعش. ليه؟ ايه اللي ما نفعوش؟ مريم حاجزه لي سوبر جيت بالليل، ولازم اخلص قبل ميعاده. طب بقول لك، قولي لها الفيلا واسعه وهتاخد مني مجهود. ايه مريم؟ الو، ايوه مدام مريم. انا وصلت واخدت المفتاح. لا انا هبدا اهو، مش هتاخد في ايدي حاجه. وايه ده؟ حاضر حاضر، ايوه طبعا. ماشي، مع السلامه. بومه بتيجي على السيره. مش بقول لك اروبا؟ بقول لك ايه، قوم بقى كده شوف انت هتحط الكاميرات فين عشان عايزين ننجز. طيب اللي هي فين؟ صحيح، الكاميرات فين؟ معاكي هنا كاميرا. ايه ده؟ انت بتشتغلني؟ ده مسمار. او المسمار ده اللي هيصورهم صوت وصوره حلوه. قصدك يعني ان المسمار ده في قلبه كاميرا يا سمعه؟ بالظبط، زي ما انا في قلبك كده يا روح سمعه. يا بنت تعالى، يا بنت كفايه تقلب. انا مش مصدق، ده ايه كميه الغل اللي انت فيه ده؟ ليه كل ده؟
هو احنا قصرنا معاكي في حاجة؟ أنا مش فاهمة. أنا مستأمناكي على بيتي وبنتي، ده إيه كمية الشر والقرف اللي فيكي دي؟ أنت فاكرة إن كلامك هيأثر في واحدة زي دي؟ المهم دلوقتي أنتوا حطيتوا الكاميرات وأنتوا بتنضفوا، شلتوها إزاي وإمتى؟ إحنا لسه ما شلناهمش. إسماعيل يعني كان لسه بيشوف طريقة عشان يشيلوا. أمال كنتوا بتسحبوا الفيديوهات إزاي؟ هو يعني حضرتك كان قال إن هو ركب راوتر النت اللي في الفيلا وكان بيسحب الفيديوهات من على الكاميرا بالنت. بس أنا روحت الفيلا ودورت ما لقيتش أي حاجة. أم حضرتك يعني مش هتعرف تشوفهم عشان هم صغيرين زي المسامير، مزرعين في أماكن متدارية. طب أنت ماري مسلم ومعاك أرقامهم، جبت أرقامنا إحنا منين؟ وعمري ما اقدر انساكي ولا ايه؟ ايوه بقى ايوه بقى، ده انتم محسسين ان انا بسجل لملائكه. الو يا بنت اسماء، عايز اقابلك ضروري ضروري دلوقتي. يلا سلام يا قمر الامارات. ازيك يا عسلية؟ كويسة. ايه في جديد؟ في جديد؟ ده في وفي وفي. انجز بقى، شكلك لقيت حاجات تنفع. واد علي مال جاب موزة الفيلا. اوبا، ده الفيديو ده لوحده لقطة. شاهد قبل الحسم. بس شاهد قبل الحسم. مش حنة شيماء هي، احنا في الشارع. بس احنا مالنا بعلي؟ ربنا ما بيديش كل حاجة، غبية دايما بتبص تحت رجليكي. امال انا طلبت منك ارقام تليفوناتهم ليه؟ هو جايب الموزة والبيت مليان حريم، ثلاث ستات، هنعمل على كل واحدة فيهم نمرة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. هترجم لك، انا هقص وش البت اللي معايا والعب معاهم بقى واحدة واحدة على خفيف كده. لا يا اخويا، بس دي مش مضمونة، ما ممكن يسألوا علي ويعرفوا مين اللي كانت معايا. لا يا اختي مش هيسألوه، متخانقين ومش طايقين بعض ومقطعين في بعض ومحدش بيكلم التاني، وبعدين كلها يومين تلاتة يا دوبك يشكوا يكشوا يدفعوا الفلوس. خلصنا، على بال ما يتكلموا ويتقابلوا ويتواجهوا نكون خلعنا. افرض سألوه قبل يومين، ده يبقى حظ ابن جزمة. بس افرضي حصل، عارفة هنطلع بكام؟ غلاوتك لنغنغك. نغنغك يا بنت. مساء الخيرات. طبعا مش عايز افكرك ان دفعة الفلوس الجديدة لازم تتحول بكرة عشان ما ازعلش منك. بعدين ده انا عندي ليك حاجات كتير كتير قوي، وانا هتكلم ليه؟ ما تيجي نشوف. الحمد لله، اظن دلوقتي اتاكدتوا ان الفيديوهات اللي جات لكم اتقطع منها وان كلامي كان صح. جد مش مصدق. بس الواد عارف ازاي اني رايح ابلغ؟ كان راكب التليفون صح؟ لا يا باشا، هو يعني كان ماشي ورا حضرتك وبيراقبك. وانت يا زباله، انت كنت فاكره هتستغفلينا لغايه امتى؟ ايه ده مش وقته. تكلمي الحيوان ده تقولي له ان انت عايزاه في حاجه ضروري. يلا 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 يا عم، انا ما عملتش حاجه. انا يا عم، انا ما عملتش دعوه، انا ما عملتش حاجه.